مع الأستاذ ياسر قطان. أنا كنت في ندوة أيام الكورونا على أشدها، وبعدين كنت لابس الكمامة دي فلقيت الناس ما عرفتنيش، فقلت إيه؟ أنا ابن قطامشن إن تجهلوني متى ألقي الكمامة تعرفوني. كنا بنتكلم مع قبل اللقاء مع الشاعر الجميل الأستاذ محمود حسن، فكان بيعلق على قصيدة المنسلخ من بحر المنسلخ، فهو ما بيحبش بحر المنسلخ. فأنا بقول إن البحور دي يا جماعة بتبقى حالة، يعني أنا حبيت بحر المنسلخ من ألف قصيدة لأبي فرحت الحمداني اللي بيقول إيه؟ يا حسرة ما كاد وأحملها آخر مزدحم وقلب. كان في قصيدة لأبي فرحت الحمداني بيقول يا حسرة ما كاد وأحملها آخر مزدحم وقلب. دي من المصائد الجميلة اللي حببتني في بحر المنسلخ. استاذ ياسر، استاذ ياسر صوت. طب ما ممكن حضرتك تستخدم المايك ده، اتفضل. المايك ده شغال ومش محتاج حضر. فبقول لصديق الشاعر الجميل محمود حسن، صديق الجيل اللي بعد مني علي الشيمي، ان حاله يعني حبك للبحر بتبقى ممكن من خلال قصيده سمعتها او قريتها. فانا حبيت بحر المنسلخ لما قريت قصيده ابي فراس، وتقريبا كنت حافظها يعني، وكتبت معارضه ليها مش على منتشي قوي، هي معارضه عاطفيه ساخره برضه صغيرة كده. هقول هولا بقول حبيبتي في الضلوع أحملها، حبيبتي في الضلوع أحملها، يا ليت حبي لها يزلزلها، 20 عاما لها فكيف إذا يفوق كل النسى تدللها، ضمنتها طفلة وساذجة وساذجة تذوب من قبلة أقبلها، فقال لي ثغرها تعال غدا وكلما جئته يؤجلها. برضو من البحور اللي أنا حبيتها بحر الخفيف، رغم أن هذا البحر برضو فيه ما فيه من الصعوبة. وكان العربيين بيقولوا إيه؟ خفيفا خفت به الحركات. قصيدة مين اللي حببتني في بحر الخفيف؟ لا، أبي العلاء المعري. قصيدة أبي العلاء المعري غير مؤمن في ملتي واعتقادي. فأنا كتبت من 30 سنة، كنت استأت من خبر كده عن راقصة وقتها كانت بتاخد في الساعة 5000 دولار تقريبا، فاستفزني الخبر ولقيت نفسي بقول كنت بعرف القصيدة دي بالصدفة. فقلت معارضة حلمان، شعر شوقي وروعة الأحقار، في زمان أصحابه راقصات مثل فيفي ومثل نجوى فؤادي، كن خليعا ترى الوجود مطيعا وترى المال سائلا في الأيادي، ذاك قول إذا علمت صحيح قلت لابني بلغه للأحفاد، وإذا لم تسترشد النصح مني سوف تمضي على الرغيف تنادي، تأكل الدبش في الصباح وليلا بينما الناس يلهطون الزبالة. برضو أختم بحاجة في البحر الخفيف عن عيد ميلاد أمي رحمة الله عليها. كان عيد ميلادها جه وهي كانت على قيد الحياة، وكان ابني صغير
وافتكرته في اخر لحظه. فحصل ما يلي بيني وبين ابني. ابني انا كنت بدلعه في القصيده دي ومسميه زازا. هو اسمه وائل بس اسم الدلع كده اطلقناه عليه. فبقول عن عيد ميلاد امي ايه؟ عيد امي ايقظتني ايقاظا. عيد امي ايقظتني ايقاظا بعد نومي فقلت لابني زازا. هات فورا هدية من محل للهدايا من عند عم أباظة. ثم دعني لكي أخط قصيدا ولأمي أهندم الألفاظ. قال ظاظة بحكمة أعجبتني تشبه الأتقياء والوعاظة. هل ستبقي هدية أو كلام بينما أضحت القلوب غلاظة. قم لتيتا وودها وأطعها إن في العيد للوداد حفاظا. قلت يا ابني جزاك ربي خيرا فانتشى الواد ضاربا شقل بهضة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الشاعر الأستاذ ياسر صفاوش.